أجواء الفرح والانتصار بمسقط رأس البطل إيمان خليف بدأت حتى قبل انطلاق المنازلة، وتعالت الهتافات، وبتركيز وحماس كبيرين تابع الجمهور النهائي على أمل التتويج بالذهب. إيمان كانت في الموعد، تألقت، أمتعت وحصدت النفيس. اليوم رانا فرحانين بهذا الفوز خليف إيمان، وما ننساوش أنه تيارت غانية بالأبطال. فرحة هستيرية، والحمد لله على الفوز هذا بالميدالية الذهبية، وكل الشكر والتقدير للأخت إيمان خليف على المباراة البطولية اللي قدمتها، وتا 1 2 3 في فالاجي. الحمد لله أن عشنا هذا الفرحة، هذه شرفتنا وشرفت الولاية تاعها، بالبركة عليها توجت بالذهب، وهي امرأة من ذهب وتستاهل الذهب، وخرجت من قرية كيما هذه صغيرة، وهذه واسمها هذا شيرة كبيرة عظيم. إيمان فرحتنا بالميدالية تاعها، إن شاء الله أولمبية جاية إن شاء الله فين تكون مليحة. أنا فرحانين كثير أنه إيمان خليف فرحتنا وشرفت ولايتيات وكل الجزائريين، وأنه الألم الجزائر رفرف في فرنسا، هذه إنجاز عظيم للجزائر بما يكفيها. فرحة عارمة لا توصف، هذه الفرحة لا توصف. شكرا إيمان لأنك وعدتي ووفيتي بالوعد، أنك منحتينا الذهب، منحتي للجزائر أغلى ميدالية خاصة بعد الذي حدث، فهنيئا لإيمان. هو إنجاز تاريخي بنكهة خاصة أكدت به البطلة إيمان خليف الانتصار، ومعه رد الاعتبار.